السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. انتم كتشوفوا هذا الفيديو، الصراحه طولت عليكم الغيبه بزاف، ولكن لظروف خاصه كما كتعرفوا مع الحمل، وكنت يعني دازت عليا واحد الايام صعيبه الصراحه. المهم كما كتشوفوا معايا راني كنجمع في الموليطه صراحة، واحد الإحساس زوين بزاف. المهم هذا الفيديو غادي تشوفوه يعني من بعد السفر ديالي للمغرب، مشيت وزرت الوالدة ديالي وشفت الأحباب ديالي كاملين. المهم هذا السفر جا صراحة ما درتلوش الحساب صراحة، جا مفاجئ بعد طول الانتظار، بعد عام البنات يعني عام باش شفت الوالده ديالي. المهم جاتني صعيبه، ما قدرتش نصور الصراحه، ولكن الحمد لله مكتبه لي نشوفهم، واخا يعني بقالي نص هنايا ونص لهيه، ولكن معليش. المهم انا خليت جوج ولادي هانتوما تشوفوهم دابا، كانوا كيودعوني الصراحه، بقى فيا الحال بزاف، ولكن لظروف ما عندي كي نديهم كاملين، يعني ما نقدروش نمشيو كاملين كتعرفوا نتوما، يعني على حساب يعني على حساب يعني انا مشيت غير في الطياره، ما نقدرش نديهم يعني نمشيو كاملين. المهم غادي تكونوا كتعرفوا الظروف يعني اللي كنمروا بها حاليا ما ساعدتناش نمشيو. خليت جوج ولادي مع يعني مع الاب ديالهم، وجوج مشاو معايا صراحه، مشيت بوحديتي ولكن ما فيها بس. وهنايا لقيتوني يعني خرجت من الدار وغادي للمطار، يعني غادي من الميريا للمالاغا، يعني غادي نمشي من المطار ديال المالاغا يعني في الطياره. وصراحة ما مشيتش يعني ديريكت للناظور، دزت على طنجة حيت هكاك جاتني يعني الطيارة، ما لقيتش يعني في النهار واحد نمشي حتى للناظور، لقيت يعني طيارة خصني نبات في طنجة وعاد غادي نشبر طيارة اخرى للناظور. وهكاك درت البنات. بالنسبه لفين بت، راني بت مع اختي، يعني عندي اختي وعندي خالتي في طنجة وعندي عمتي تما، يعني جاتني فرصه انني نشوفهم كاملين صراحه فرحت بزاف. وصافي هادشي ما كاين، المهم نتوما غادي تشوفوا التفاصيل في الفيديو.
وصافي البنات، الى عندكم شي اسئله هكا على يعني على شي حاجه هكا انا موجوده. المهم كنتمنى لاي وحده مازال ما شافت يعني في الغربه مازال ما شافت الوالدين ديالها يعني تشوفهم في اقرب وقت، والله يفرج على الجميع. الصراحة أنا قلت لكم البنات يعني غير جاتني هكا صدفة وصافي أني نسافر هكا بوحديتي، والحمد لله على كل حال. كان حمد الله ونشكره على هذا السفر هذا، ارتحيت شوية وشفت الأحفاد ديالي كما قلت لكم، وهذا الشيء ما كاين. المهم غنخليكم مع الفيديو، ما غنطولش عليكم في الهضرة بزاف. يعني غنخليكم يعني مع الاجواء كي دازت يعني السفر ديالي حتى طنجة ان شاء الله، ومن بعد يعني غادي ندير لكم التتمه ديال الفيديو في الناظور ان شاء الله. المهم غنخليكم على خير البنات، كنتمنى الصراحه بعدا انا توحشتكم بزاف بزاف، انا بعدا ما نسيتكمش، ما نعرفش نتوما واش غادي تكونوا نسيتوني ولا لا. المهم انا توحشتكم بزاف بزاف، وقلت بعدا نطلل عليكم شويه هكا. مهم نخليكم على خير حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.